مرحبا أصدقائي، أتمنى أن تكونوا بألف خير. معكم كوثر بفيديو جديد. أولا أريد أن أشكركم جزيل الشكر على الدعم، وأيضا مرحبا بالأشخاص الجدد الذين انضموا إلى القناة مؤخرا. بالنسبة للأشخاص الذين سيرون هذا الفيديو لأول مرة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، الضغط على زر لايك، ولنبدأ الفيديو. إذن أصدقائي، مؤخرا الكثير وصلتني الكثير من الرسائل، سواء على انستغرام، باي ذا واي هذا انستغرام، يمكنكم الاشتراك على حسابي بانستغرام وعلى فيسبوك، أيضا على صفحتي بفيسبوك. الكثير من الأشخاص خصوصا الطلبة يسألون عن جامعات وعن مدارس وعن معاهد هنا بكندا، فلذلك قررت بأن أصور هذا الفيديو لأشرح أو أتكلم لكم عن جامعة من بين أرخص الجامعات بكندا، وأيضا هذه الجامعة تقبل طلبة بدون اختبار اللغة. هذه الجامعة هي الجامعة تسمى سانتان، يونيفرسيتي دو سانتان. إذا أولا أصدقائي، هذه الجامعة كما سبق وقلت هي جامعة ستقبل طلبة بدون اختبار اللغة، وهي جامعة تدرس باللغة الفرنسية خصيصا. توجد فيها أيضا بعض الدروس التي تؤخذ باللغة الإنجليزية، لكنها مركزة أكثر بالتدريس باللغة الفرنسية، فلذلك هم يقبلون أكثرية الطلبة من يعني دول المغرب العربي كالمغرب، الجزائر، تونس وإلى آخره. يوجد بعض الطلبة فيها الذين يدرسون أيضا من دول الشرق الأوسط، لكن بحكم أنها يعني مركزة أكثر على الطلبة الذين يتكلمون باللغة الفرنسية، فهم يقومون باختيار الطلبة الذين يتكلمون باللغة الفرنسية والذين يعني يأتون من الدول الإفريقية. وهذه الجامعة لديها 4 فروع، وأكبر فرع يوجد بمقاطعة نوفا سكوشيا أو نوفا ليكوس، وهو على شكل حرم جامعي، يعني بالنسبة لطالب أجنبي يمكن أن يجد جميع ظروف العيش وجميع شروط عيش الطالب وحياة الطالب متوفرة هناك، كمثلا السكن، الأكل أيضا هو متوفر بالجامعة، والدراسة وأماكن يعني للترفيه، للرياضة، للسباحة، للكثير من الأنشطة المختلفة، الصحة أيضا، الدراسة بطبيعة الحال والتعليم، وأيضا يوجد مؤطرين والكثير من الأشياء. وللدراسة بهذه الجامعة يجب فقط التواصل معهم عبر الرابط الإلكتروني عبر الإنترنت، أو يمكنك أيضا أن تتصل بهم عبر الهاتف لتتواصل معهم وتطرح الأسئلة التي لديك حول موضوع الدراسة بكندا. ولتدرس بكندا بطبيعة الحال يجب أول شيء أن تقوم به هو أن ترفع طلب للحصول على تأشيرة الدراسة بكندا، ويجب أن تتبع أو تكون لديك جميع الشروط المتوفرة لتحصل على تأشيرة الدراسة بكندا. سبق وتكلمت عن تجربتي كيف حصلت على تأشيرة الدراسة بكندا، سأضع لكم الفيديو رابط الفيديو أسفل هذا الفيديو. يمكنكم أن تتعرفوا عن شروط الدراسة بكندا وشروط الحصول على الدراسة بكندا. وهذه الجامعة تدرس مجموعة من المجالات، كمثلا مجال إدارة الأعمال، مجال الصحة، مجال أيضا الفنون والتعليم أو التربية والتعليم. إذا كنت تريد أن تصبح مدرس أو مربي في المستقبل يمكنك أن تدرس بهذا المجال. وآخر مجال هو مجال العلوم، يعني كل ما يتعلق بالطب والصحة إلى آخره. وتوجد فيها يعني عدة برامج أخرى، ليس فقط يعني برامج جامعية، لكن أيضا برامج كوليجيال أو كوليجيو، وهذا النوع من البرامج يتطلب فقط 2 سنين من الدراسة لتحصل على الدبلوم. ويمكنكم أيضا أن تدخلوا عبر الرابط لتعرفوا وتتعرفوا على معلومات أكثر حول هذا الموضوع أو موضوع البرامج. يمكنكم أن تدرسوا حتى اللغة الفرنسية بهذه الجامعة، إذا كنت يعني شخص لا يتكلم باللغة الفرنسية ويريد أن يتكلم اللغة الفرنسية بإتقان، فهي عبارة عن immersion، يعني غمر، أو برامج يعني توفر نوع من برامج الغمر في اللغة خصوصا اللغة الفرنسية، فيتم غمرك في اللغة، يعني ستدرس اللغة الفرنسية وبحكم بأنك ستقطن بالجامعة،
يعني سيتوجب عليك التكلم باللغة الفرنسية حتى خارج المدرسة أو حتى خارج الدروس، يعني حتى مع الأصدقاء أو خارج الدرس، حتى عند الأكل، يعني حياتك ستصبح لغة فرنسية من الصبح إلى المساء. يعني ستصبح شخص يتكلم باللغة الفرنسية وستغمر باللغة الفرنسية حتى إتقانها. أيضا يوفرون بعض البرامج التي لديها علاقة بالعمل أو بسوق العمل، برامج تعلمك كيف تصبح، يعني كيف تبحث عن عمل، كيف يعني تكون شخص يعني قادر على التكلم عن نفسي أو التعبير عن نفسي عند مقابلة عمل إلى آخره، كل تلك الأشياء التي ستحتاجها للحصول على وظيفة بالديار الكندية. وواحدة من المميزات الأخرى لهذه الجامعة هي أنها توفر أيضا فرص عمل للطلبة الذين يريدون الاشتغال مع الموازاة بالدراسة. يعني يمكن للطالب أن يشتغل مثلا بالمكتبة، مكتبة الجامعة، أو يمكنه أن يشتغل أيضا بالصالات الرياضية كمؤطر أو كيعني الكثير من الأشياء. يمكن أن تشتغل أيضا بمطعم الجامعة، يمكن أن تشتغل يعني أو تشارك في جمعيات مؤطرة من طرف الجامعة أيضا. فلذلك للمزيد من المعلومات أنصحكم بالدخول رابط الجامعة لتتعرفوا على جميع المعلومات بالتفصيل. أيضا من بين المميزات الأخرى لهذه الجامعة هي أنها توفر منح للطلبة المتكلمين باللغة الفرنسية. إذا كنت طالب، خصوصا إذا كنت تنحدر من الدول الإفريقية وكنت تتقن اللغة الفرنسية، بإمكانك الحصول على منحة أو بالأحرى تخفيض على الدروس التي ستأخذها بالجامعة فقط لتكلمك باللغة الفرنسية أو لإتقانك للغة الفرنسية. أيضا من بين المميزات الأخرى هي أنه عند وصولكم لكندا، إذا كنت مثلا تعيش خارج كندا وكنت ستأتي لكندا لأول مرة لسبب يعني للدراسة في كندا، فأنت لن تكون لوحدك، يعني بالمطار ستجد شخص أو مؤطر موظف من الجامعة، من طرف الجامعة، ليساعدك على الاندماج، وأيضا على سيوصلك حتى يعني غرفتك ومحل سكنك، سيساعدك على عمل كل الأوراق اللازمة تندمج بالمجتمع الكندي. أيضا سيعرفك ويساعدك أيضا على التعرف على بقية الطلبة الذين يعيشون بالحرم الجامعي. بالنسبة إذا كنت يعني شخص يعيش خارج كندا، طالب يعيش خارج كندا وكنت ستأتي لكندا لأول مرة مع الجامعة وكنت يعني ستدرس بهذه الجامعة، فهم سيرسلون لك شخص يساعدك على جميع الأشياء التي ستحتاجها، سيرافقك يعني من المطار، من نقطة وصولك إلى مطار كندا حتى الجامعة أو حتى الحرم الجامعي، ستجد أشخاص يساعدونك على الاندماج وعلى يعني المرور من جميع مراحل اختيار الدروس. أيضا سيعطونك كل المعلومات التي ستحتاجها لتندمج بالمجتمع الكندي أو بالحرم الجامعي الكندي، لتعيش في ظروف مناسبة لك لتدرس أو لتبدأ موسمك الدراسي بكل أمان. أيضا ستتمكن من الولوج إلى الكثير من الأنشطة من خلال هذه المتوفرة من طرف الجامعة، كمثلا إذا كنت شخص يحب الرياضة فستجد الكثير من الأنشطة الرياضية المتوفرة أو من طرف الجامعة، يعني ستجد الكثير من الصالات الرياضية، صالة للسباحة وكل الأنشطة التي ستحتاجها لممارسة هواياتك الرياضية. أيضا بالنسبة للأنشطة فيما يتعلق بمجال الفني، إذا كنت شخص يحب الفن أو التمثيل أو المسرح أو جميع تلك الأشياء، فيمكنك أيضا أن تجد الأنشطة المناسبة لهذه المجالات لتعبر فيها عن مواهبك وعن هواياتك في مجالك الخاص. وتوجد الكثير من الأنشطة الأخرى كمثلا السفر وأيضا أنشطة رحلات منظمة من طرف الجامعة
خلال الموسم الدراسي يعني الكثير من الأشياء الرائعة والجميلة التي توفر هذه الجامعة. لذلك إذا كنت مهتم بالدراسة هنا بكندا باللغة الفرنسية ولا تريد أن تمر ب أو تعمل اختبار اللغة الفرنسية فيمكنك أن تسجل مع هذه أو تتواصل معهم لتتعرف على جميع التفاصيل الأخرى لتبدأ الدراسة بهذه الجامعة في أقرب وقت إذا أردت ذلك بطبيعة الحال. إذا أصدقائي كان تقريبا هذا كل شيء. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، الضغط على زر لايك، وأراكم في المرة المقبلة إن شاء الله. باي باي.